السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل المتابعين، أخوكم مصطفى. في هذا الفيديو راح أشرح كيفية المعرفة بأن الجهاز الآيفون مالتك معاد أو جديد. يعني أكثر الناس بالسوق يشترون التليفون مثلا السعر هسه حاليا هذا أعتقد 620 دولار، ما أتذكر بالضبط. مثلا هذا الجهاز يشتريه 620 دولار، ايفون 7 128 جيجا، اكو مكان يروح يسأل يقول له 580 دولار او 570 دولار. طبعا هذا الفرق بيناتهم اكثرها اكو اجهزة يعني المعاد واكو اجهزة جديدة. فهذا الجهاز اللي بيدي سوى جهاز ريتايتل، يعني التجزئة، يعني الجهاز الاصلي. فاكو طريقتين نقدر نعرف بأن هذا الجهاز اللي اشتريناه معاد أو جديدة. الطريقة الأولى، أول شيء ندخل على إعدادات، عفوا ندخل على إعدادات، وراها ندخل على الجنرال العام، ندوس على العام، بعدين نختار الحول about، ندوس عليه، ننزل جوا موجود هنا الموديل، هذا الموديل نمبر. طبعا هذا مثل ما تشوفون هذا الموديل مال الجهاز. اول احنا شغلنا ويا اول حرف، هذا الاول حرف، اول حرف اذا شفت ب F او N، حرف يبدي ب F، F يعني شو اسمه المعاد refurbished. ف الاصلي اذا تشتريها الاوريجينال مكتوب عليه الموديل ام. فراح نعطيكم بعدين القائمه، راح اشوفكم اياها هنا موجود. هاي طبعا الشركه الرسميه منطيها. واكو طريقه ثانيه همين، الطريقه الثانيه هاي السيريال نمبر، مثل ما تشوفون هاي السيريال نمبر، اكو رابط راح احطه باسفل الفيديو. هاي الرابط الرسميه من الابل، من شركة ابل رسميا حاطة. الطريقة شلون راح تصير، نكتب هذا السيريال نمبر، هاي السيريال نمبر راح نكتبه بالكود مالته، نكتبه بالموقع، راح يطلع لنا الجهاز بانه هذا الجهاز انت اول ما اشتريت الجهاز، بانه الجهاز متفعل او لا. اذا متفعل معناته هذا الجهاز مستخدم، واذا ما متفعل بانه هذا الجهاز بعده جديد. السيريال نمبر راح نكتب عليه قبل لا تشغله، راح نكتب السيريال نمبر، واذا طلع لك هذا الجهاز لم يتم تفعيله او it's not been activated راح يطلع لك كلمة. فهذا يقول لك الجهاز بعد ما متفعل يعني الجهاز جديدة. بس اذا يكتب لك من البداية بانه متفعل فهذا جهاز مستخدم يا اخي. خلينا نحول على الحاسبة واشوفكم الصفحة موجودة هناك شلون تصير. خلي اشوفكم الصفحة مع الابل، راح نطبق هذا الطريقة الثانية. ها الطريقة الثانية نطب هنا، راح احط هذا الرابط باسفل الفيديو، check coverage.apple.com، راح يطلع لنا هذا الصفحة check your service and support coverage، يقول لك التشيك بين الخدمات والدعم مال شركة الابل. هنا راح نكتب enter your serial number، السيريال نمبر راح نكتبه هنا، انا طبعا كاتبها. ونجي هنا نكتب الكود، شوف هسه هاي الجهاز طلع ايفون 7 سيريال نمبر مكتوب. مثل ما قلت لكم الجهاز اذا ما متفعل راح يكتب هنا this device is not activated، يعني الجهاز هذا الجهاز ما متفعل. هاي طبعا قبل لا تشتري الجهاز، يعني الجهاز اشتريته جبته للبيت وقبل لا تكنك على الانترنت او تحط السيم كارد عليه راح يطلع لك هذا الحكي. تحط السيم كارد وتشغل الجهاز وتكنك على الانترنت كوبال راح يتفعل الجهاز، وراح يطلع لك هنا السيريال نمبر اذا كتبته، راح يكتب لك الفاليد بيرتشيس داتا، هذا كلها راح يطلع لك المعلومات عليه. فاذا هو مثل ما قلت لكم اذا جهاز ما متفعل راح يطلع لك جهاز ما متفعل هنا راح يكتب. بس اذا اشتريت جهاز جديد وانت بعدك ما حطيت السيم كارد
ولا ممكنك على الانترنت. جيت كتبت السيريال نمبر، إذا طلع لك جهاز متفعل فهذا جهاز هو جهاز مستخدم. هذا الطريقة الثانية كانت، ووصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله استفادت من هذا الفيديو. أتمنى دعم سبسكرايب ولايك، وأي استفسار إذا عندكم تقدرون تتواصلون وياي بإيميل أو بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.